ونسابه لهنا. العضلة المخططة الهيكلية سميناها بالمخططة الهيكلية لأنها مرتبطة بالهيكل العظمي، مرتبطة على مستوى المفاصل، على مستوى المفاصل. إذا عندنا كل عضلة عندها بطن وعندها أوتار، الوتار هذا يربطها مع هذا المفصل وهذا الوتار مع هذا، والعضلات تتقلص بشكل متضاد متعاكس. On a affaire à des muscles antagonistes, opposés. إلى هاد العضلة تقلصت، هادي تمدد، هادي العضلة ديال الثني، غادي تثني ليه هنا الرجل، وهادي ديال البسط. إذا إلى بغينا نثنيو، غادي هادي تقلص، وهادي تمدد، تمدد. إلى كان عندي حركة بسط، يعني هادي تنزل، إذن هذه غادي تمدد وهذه تقلص. هذا الوتر راه داير هنا، راه فوضعية دائرية، راه مشدود مع هذا العظم، هذا مفهوم باش يعطيني عملية البسط. إذن كل عضلة عندها بطن وعندها أوتار. سنرى الآن مقطعا عرضيا في العضلة ملاحظ بالمجهر الضوئي. إذن معطيات المجهر الضوئي تبين أن العضلة مكونة من مجموعة من الحزمات من الألياف. إذن هنا نلاحظ مجموعة من الحزمات، هذه حزمة، هذه حزمة، هذه حزمة، هذه حزمة، هذه حزمة. ما بين الحزمات عندنا نسيج ضام، هذا النسيج الضام نوجد فيه العروق الدموية ونوجد فيه أيضا الألياف العصبية، مفهوم؟ والنقط اللي كتلاحظوها هنا هي الألياف، هي الخلايا العضلية مقطعة عرضيا. هذا المقطع عرضي، كل نقطة تمثل لي ليف أو خلية عضلية. إذن هنا عندي مقطع طولي في ليف عضلي، مقطع طولي في ليف عضلي. العضلة سميت بالمخططة ميسكل ستري لأنها تظهر مخططة، كاين خطوط في الطول اصطفاف الألياف طوليا، وعندنا خطوط في العرض كترجع للوييفات. هنا بداخل هذه نواة، وعندنا تعدد في النواة بداخل نفس الليف، نوجد عديد من النواة، والنواة تكون جانبية، وفي الوسط نوجدوا اللويفات، وكل لويف هو تعاقب لأشرطة فاتحة وأشرطة داكنة. هذا ما يعطينا الخطوط العرضية، هذه اللي راحنا نلاحظها عرضيا. سننتقل الآن إلى فوق البنية، يعني معطيات المجهر الإلكتروني، معطيات المجهر الإلكتروني. نحن الآن بصدد ملاحظة مقطعين عرضيين بداخل الليف، يعني في السيتوبلازم ديال الليف، في سيتوبلازم الليف العضلي. هذه لويفات مقطعة عرضية، ما بين اللويف واللويف كنوجدوا ميتوكوندريات، والعدد ديالها كثير، عشرات الميتوكوندريات، يعني على طول اللويف، يعني كل لويف هو محاط بميتوكوندريات على طوله. إذن هذه هي الميتوكوندريات اللي كتوفرنا الاتيبي. كتلاحظوا هنا نقط، هذه الخويطات ديال الاكتين والميوزين اللي موجوده في اللويف العضلي، في اللويف العضلي. هذا مقطع قلنا كيف هو عرضي، هذا مقطع كيف هو طولي. إذن هنا عندي لويف عضلي، هذا لويف وهذا لويف آخر. هذه هي خويطات الأكتين والميوزين، هنا ما كنلاحظوش الفرق ما بين الأكتين والميوزين. هذه هي المنطقة آش، وهنا حز زاد، هذا حز زاد وهذا حز زاد، وهذا هو الشريط الفاتح هنا،
وهنا عندي الشريط القاتم. الشريط القاتم هو هذا من هنا حتى لهنا. الشريط الفاتح راه ضيق هنا. هذه الميتوكوندريات. الميتوكوندريات سنلاحظ مقطعا عرضيا. لاحظوا الحكمة الإلهية في اصطفاف خويطات الأكتين وخويطات الميوزين. عندنا هنايا مقطع عرضي على مستوى الشريط القاتم وخارج المنطقة اش، يعني في المنطقة اش عندكم غير خويطات الميوزين، خارج المنطقة اش عندنا الميوزين والأكتين. السميكة، النقط السميكة هي مقاطع عرضية لخويطات الميوزين. الدقيقة هي خويطات الأكتين. لاحظوا أي اتجاه تأخذه، مثلا غادي نمشي في هذا الاتجاه وكنوجد ميوزين أكتين ميوزين أكتين ميوزين أكتين. مشيت في هذا الاتجاه ميوزين أكتين ميوزين أكتين، مشيت عموديا ها أفقيا، أي اتجاه نأخذه نوجد أكتين ميوزين. وكل خويط ميوزين هو غادي توجدوه بأنه محاط بست خويطات من ياش الأكتين. أكتين هذه الرقيقة الأكتين وهذا الغليظ الميوزين. لا هذيك خلال العملية ديال التقلص اللي وقع الارتباط، هذا غادي نشوفوه من بعد. وهنا هذا مقطع عرضي ملاحظ بالمجهر الإلكتروني. هذيك خلال العملية ديال الإهاجة اللي نقدروا نلاحظوا هذه الملاحظة. أكثر من وتر عضلة ثنائية الرأس لوبيسبس ها تريسبس إلى آخره. هذا المقطع العرضي اللي تكلمنا عليه. إذن عندي حزمات من الألياف مشدودة بواسطة نسيج ضام، وهذا النسيج الضام فيه عروق دموية فيه ألياف عصبية، مفهوم؟ هنا عندي مقطع طولي، رسم تخطيطي لمقطع طولي لليف عضلي. الليف العضلي طويل جدا متعدد النواة، النواة جانبية ها، وفي الوسط نوجدوا اللويفات، وهذه اللويفات هي تعاقب لأشرطة داكنة قاتمة وأشرطة فاتحة. عندي اللويف العضلي هو هذا. إذن عندنا الشريط الفاتح يتوسطه الحزاد والشريط القاتم تتوسطه المنطقة أش. منطقة أش. وما بين الحز والحز عندنا ساركومير. ساركومير احنا تكلمنا عليه. الرسم التخطيطي للساركومير هذا تحفظوه وتعقلوا عليه مزيان. اذا عندنا كل ساركومير هو محصور بين حزين الزاد. عندنا الشريط القاتم فيه خويطات الميوزين السميكة وخويطات الأكتين دقيقة. المنطقة أش فيها الميوزين فقط، الميوزين فقط. الشريط الفاتح فيه الأكتين فقط، الأكتين فقط. الآن غادي ننتقلوا الآلية ديال التقلص التي كنا قد بدأناها. الوثيقة الموجودة بين أيديكم هي هذه. خذوا الورق ديالكم. كنا قد توقفنا عند مكونات كل من الأكتين والميوزين، هذا هو العنوان اللي راكم واضعينه في الدرس في الورقة ديال الدرس. هذا كان باء مكونات، وراكم واضعين باء مكونات خويطات الأكتين وخويطات الميوزين. وانتبهوا لهنا، خويطات الميوزين هي مكونة من نفس الجزيئات، مكونة من نفس الجزيئة اللي هي الميوزين. وكل جزيئة ميوزين هي عبارة عن عصية هكذا، واحد العصية،
وهذه العصية في النهاية تحمل رأسين جوج ديال الرؤوس. إذن هذه عصية عصية وهنا عندي رأسان رأسان، كل رأس كيحملنا جزيئة واحدة من الأتيبي. عندكم أتيبي هنا وأتيبي هنا، وكل خويط ميوزين هو عبارة عن حزمة من هذه الجزيئات. جزيئات ماذا؟ جزيئات الميوزين. هذه جزيئات الميوزين. الأكتين هو هذا اللي عندنا في الوثيقة، في الأعلى هنا عندكم جزء من خويط الأكتين، هنا كتبوا بنية خويط الأكتين، كتبوها لتحت بنية خويط الأكتين. بروتينات، ثلاثة أنواع من البروتينات لدينا. عندنا الأكتين هو هاد الكرات، يعني الخويط مكون من بلمارة جزيئات الأكتين. هنا كتبوا أكتين بالعربية أكتين. كسبتوها. عندنا هذه اللي وضعتها بالاخضر، تانتوما وضعوها بالاخضر وكتبوا هنا تروبوميوزين تروبوميوزين تروبوميوزين، وضعوها بالاخضر. وعندنا جزيئه ثالثه راه عندكم بالاسود مرتبطه بالتروبوميوزين، هذه مرتبطة بجزيئات تروبوميوزين تسمى تروبونين. كتبوا تروبونين تروبونين، كتبتوها تروبونين. وانتبهوا لي هنا، عندما نهيج الليف العضلي، عندما يستقبل اللويف العضلي سيالة عصبية، عندما يهيج الليف العضلي تحرر ايونات سي ا دو بلس في السيتوبلازم في الساركوبلازم في الجبله الشفافه ديال الليف العضلي. هذا سي ا دو بلس عندما يحرر يثبت على التروبونين، وضعوا دائره بالاحمر على الكالسيوم، وهنا لونوه بالاحمر، راه عندكم بيض ديروه بالاحمر باش تعرفوا. لاحظوا الفرق ما بين هذه الحاله وهذه الحاله، ما هو التغيير الذي وقع؟ التغيير اللي وقع لنا دخول سي ا دو بلس، وبعد تثبيت سي ا دو بلس ما الذي ظهر؟ لا ماشي الميوزين، هذا خويط الأكتين. نعم تروبوميوزين، انتبهوا لي هنا، التروبوميوزين كان يغطي لكم هنا مواقع كتلاحظوها سوداء، هذه المواقع تم الكشف عنها، إذن عندي إزاحة هذا المركب كالسيوم تروبونين، يزيح التروبوميوزين عن هذه المواقع، يزيح التروبوميوزين كاشفا عن مواقع في جزيئات الأكتين. هذه المواقع نسميها بمواقع تشكيل قناطر بين الأكتين والميوزين. هذه الرؤوس
التي رأيناها رؤوس الميوزين هذه التي تحمل الأتيبي اللي تحمل لي الأتيبي تثبت على هذه المواقع. يعني كل موقع غادي يثبت عليه واحد الرأس ديال الميوزين. هذا العملية نقول بأنها تؤدي إلى تشكيل قناطر أكتو ميوزين، قناطر ما بين الأكتين والميوزين. فهم هذه القناطر ما بين الأكتين والميوزين هي التي تؤدي إلى حل مئات الأتيبي، حل مئات الأتيبي. انتبهوا لي هنا، هناك تجربة يقول لكم نأخذ الميوزين والأتيبي لوحده، ليس هناك حل مئات الأتيبي. نأخذ الأكتين لوحده والأتيبي، ليس هناك حل مئات الأتيبي. ولكن عندما نجمع بين الأكتين والميوزين ونضيفوا الأتيبي تم حل مئات الأتيبي. يعني هذه القناطر أكتو ميوزين ها هي هنا، هذه العملية هي التي تعطيني حل مئات الأتيبي. إذن خويات الأكتين فيه ثلاثة الجزيئات، فيه تروبونين، فيه الأكتين هو اللي مهم هو اللي كثير، لذا كنقول خويطات الأكتين، وعندنا التروبوميوزين. هذا التروبونين الدور دياله أنه يثبت السي آ دو بلس فيزيح تروبوميوزين كاشفا عن هذه المواقع التي تثبت عليها رؤوس الميوزين. هنا عندكم تسلسل الأحداث المؤدية إلى تقلص، يعني فهموها على مستوى خويطات الأكتين والميوزين. غادي تأخذوا قلم أحمر ولا أخضر ملون، هنا غادي توضعوا لي رقم واحد، رقم واحد هذه حالة الراحة. يلا هنا رقم اثنان، رقم اثنان ترجمة غادي نوضعوها في الورقة ديال الكتابة. هنا رقم ثلاثة، رقم ثلاثة. هنا رقم أربعة، هنا رقم خمسة. خمسة بعد غادي نرجعوا الرقم واحد، نبدأوا من الارتخاء وغادي نحصلوا على تقلص ثم نرجعوا إلى الارتخاء. مفهوم؟ هنا راه موضعين لكم فيلامون دو ميوزين أو روبو افيك دو لا تي بي ليي سور لا تيت في حالة الراحة، في حالة الراحة. وانتبهوا لي هنا كاين جوج نظريات، أنا هنا راني متبع لكم الموجودة، النظرية الموجودة في الكتاب المدرسي، في الكتاب المدرسي، وراني مغير هنا. إذا عندي فيلامون دو ميوزين أو روبو افيك دو لا تي بي ليي سور لا تيت. إذن عندما يكون خويط الميوزين في حالة راحة هو راح يحمل لي الرؤوس، مئات الرؤوس بحال هذا. مفهوم؟ في هذه الجهة تكون موجهة بهذه الطريقة، في الجهة الأخرى معكوسة هكذا العكس. إذن هنا راها هكذا في هذه الوضعية، هنا من هذه الجهة تكون العكس. لا بحال هذه، راحنا في حالة الارتخاء، في حالة الارتخاء الرأس يكون مفصول على الأكتين، ما كاينش علاقة ما بين خويات الأكتين والميوزين، والميوزين ما كاينش علاقة، ما كاينش ارتباط، راه مفصولين. عندما نهيج هما واضعين لكم لو بوتونسيال داكسيون اتان لا جونكسيون نيوروموسكولير ليبيرون لي زيون كالسيوم دون لو ساركوبلازم. عندما يصل جهد العمل العصبي إلى الليف العضلي سيعطيني جهد عمل في الليف العضلي، وهذا جهد العمل في الليف العضلي يؤدي إلى تحرير أيونات CA2+. هذا CA2+ يكون حبيس الشبكة، سنراها حبيس الشبكة السيتوبلازمية، قنوات، وهذه القنوات كتحيط لي باللويف. إذن الكالسيوم يخرج من هذه الشبكة ويصبح لي حر في الجبلة الشفافة فيثبت على التروبونين. هذه الحالة هي اللي راه عندكم هنا، لاحظتوها، هاي هذه المواقع السوداء راه مكشو
مكشوفة. إذن عندي إزاحة تروبوميوزين، إذن عندي تحرير أيونات سي أ دو بلس، ستكشف ستشكل مركب تروبونين كالسيوم فتكشف عن هذه المواقع، وهذا بإزاحة تروبوميوزين. تثبت رؤوس الميوزين على الأكتين، كتثبت لي بحال هكذا. هنا راه تشكل لي زاوية، كيف هي؟ شبه قائمة. راكم تلاحظوا هكذا، عندي هنا أفقي وهنا شبه عمودي. إذا ليزيون كالسيوم سولي على تروبونين، تثبت أيونات كالسيوم على التروبونين، ليبيرون لي سيت دو ليزون، يعني لي سيت دو بونتاج، مواقع تشكيل القناطر أو مواقع الارتباط دو ليزون دو فيلامون داكتين. هذه المواقع اللي راه سوداء تحرر. لي تيت دو ميوزين سولي الاكتين، اذ رؤوس الميوزين تثبت على الاكتين في هذه المواقع وتشكل لي مركب اكتوميوزين. مركب هذا نسميه الان مركب اكتوميوزين، عندي الاكتين وعندي الميوزين. هذا يعطيني حل مئات الا تي بي. راهم دايرين لكم هنا فاز اكتيف لي تيت دو ميوزين سو دي بلاس. هاد لي تيت هنا كيف كان في وضعيه وواقف، ها هنا كيف اصبح مائلا، كيشكل لي زاويه، كيف هي؟ هنا كانت زاويه منفرجه كبيره شبه قائمه، وهنا اصبحت حاده. نعم، اذا عندكم ا دي بي زائد بي اي، يعني الا تي بي خضع لحل الماء، والطاقه المحرره هي التي ادارت راس الميوزين في هذا الاتجاه. هنا كاين مركز الساركومير اللي هو المنطقه اش. اذن عندي دوران رؤوس الميوزين في اتجاه ياش المنطقه اش، هذا غادي يعطيني انزلاق خويطات الاكتين على الميوزين. هادو غادي ينزلقوا في هذا الاتجاه، واللي في هذه الجهه ينزلقوا في هذا الاتجاه المعكوس، يعني بزوج بهم غادي يقربوا لي المنطقه اش. إذن عندكم فاز أكتيف، يعني المرحلة النشطة اللي فيها حل ماء الـ ATP، لي تيت دو ميوزين سو ديبلاس، سو ديبلاس، يعني يدوروا في اتجاه مركز الساركومير، لي فيلامون غليس لي زان سور لي زوطر، يعني عندي انزلاق خويطات الأكتين على خويطات الميوزين. دو لا دي بي إليبيري، هاد الـ ATP يحرر، يتطلق، والرأس يصبح خالٍ من اي جزيئه، يعني كان فيه الا تي بي خضع لي لحل الماء ويتم تحرير الا دي بي. ها هي ا دي بي زائد بي اي، ونثبتوا ا تي بي اخر جديد على الراس. الا كنا استمرينا في الاهاجات غادي نحصلوا على كزاز، راكم عارفين شنو هو الكزاز. نحافظ على الرؤوس في هذه الوضعيه، يعني دائما تكون عندي تثبيت الا تي بي ثم حل الماءات، تثبيت الاتيبي ثم حل الماءاته، يعني هذه الرؤوس تبقى في حاله دوران، وهذه تبقى منزلقه على الميوزين، الاكتين يبقى منزلق على الميوزين، والخويطات ديال الميوزين كتبقى منزلقه على بعضها بعض، يعني الخويطات ديال الاكتين والميوزين يقصروا طول الساركومير، طول الساركومير، رحنا على مستوى الساركومير، يعني يقصر والعضله ككل تقصر. إذن نبقاو محافظين على ذاك القصار. حالة الارتخاء تتطلب توقيف الإهاجات، كي نوقفوا الإهاجات هذا السي أ دو بلس اللي راه مثبت على التروبونين يضخ في الشبكة، يرجع للشبكة، يرجع للموقع اللي كان فيه أصلا، نفصلوه، وهذا التروبوميوزين يرجع يغطي لي ديك المواقع، وهذا بعد فصل رؤوس الميوزين عن الأكتين بعد تثبيت جزيئات ATP جديدة. وكي نفصلوا رؤوس الميوزين على الأكتين، الأكتين غادي يرجع للمكان ديالو، هو راه انزلق في هذا الاتجاه ها السهم، إذن غادي يرجع للمكان ديالو. كي يرجع لي من هنا راه عندي الحزاد، الحزاد غادي يغير المكان ديالو، ها والساركومير ياخذ الطول ديالو الأصلي. هذه هي عملية الارتخاء، مفهوم؟ إذن هذه الأرقام رقم واضعينها هي اللي غادي نترجموها. إذن هنا عندي تسلسل الأحداث المؤدية إلى ظاهرة تقلص.